شهرة مفتوحة، يقدمها طاهر أبو زيد. علم من أعلام السينما العربية المعاصرة ورائد مدرسة الإخراج الواقعي، الفنان الكبير الأستاذ صلاح أبو سيف. أهلا أستاذ صلاح. أهلا بيك. احنا النهاردة يعني بتعمل عمل اهو بنقدمه بدون إخراج. لا، كل حاجة فيها إخراج. ازاي؟ حتى إخراج مستتر ممكن. يعني تصور عام يعني. ممكن. أستاذ صلاح، إذا سمحت ناخد بطاقتك فتقول لنا في لمحة موجزة الاسم والسن ومكان الميلاد إلى آخر هذه المعلومات الأولية يعني. الاسم صلاح الدين أبو سيف مسعود، الشهرة صلاح أبو سيف، الميلاد 10 مايو سنة 1915، بمولود بالقاهرة بحي بولاء. ايه تاني معلومات؟ ايه تاني؟ لا والله معلومات مهمة، خصوصا بولاء. اولا انت نسيتني انك سنة 1915، فنسيت احسب 15. يعني انت بدأت تدخل في الحلقة السادسة يعني. ايه؟ لا دخلت والحمد لله. ما انا بخففها شوية. وبعدين بولاء ده بيديني ليه انت عشت المدرسة الواقعية ولسه عايشها لغاية دلوقتي، يعني في الحي الشعبي والحياة بتتجسد في ناس وما بتفتعلش وما فيش فيها مساحيق ولا حاجة، كل واحد بيقول احساساته ساخنة وطبيعية، ولا ايه؟ هو ما فيش شك ان لنشأتي في حي بولاء اللي هو حي مشهور، حي المكافحين او حي العمال، ودايما كان له ثورات وله جولات كبيرة جدا في الثورات. الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية والثورة المصرية. يعني في سنة 19 في الثورة المصرية كان في عمال العنابر اللي هي في بولاء برضو. العنابر السكة الحديد دي كانت في بولاء؟ دي مشهورة قوي عمال العنابر دول. طبعا في سنة 19 كانوا هم الوقود او هم المحرك الكبير للثورة يعني. فكان دايما بولاء يعني مشهورة، اولا ايام محمد علي باشا كمان كانت الميناء المهمة للبضائع، في كل العصور الحقيقة اشتهر بولاء بنوع معين. في العهد الأخير اشتهر كمان بالفتوانة، يعني في فتوات بولاء مشهورين جدا يعني كان بدافع. لكن الحقيقة مولدي بولاء اداني إحساس كبير جدا بالشعب وولاد البلد وإصالتهم وحبهم للخير وحبهم لبعضهم ودفاعهم عن الحق ودفاعهم عن كل بعض والمعاملة بالشرف بينهم وبعضهم. هي في يعني مزايا كبيرة جدا وقيم أخلاقية بيرعيها ابن البلد اللي هو في الأحياء البلدية زي بولاء وباب الشعرية وسيدة زينب يعني لون التكافل الاجتماعي الموجود وحب الناس لبعض وما فيش الفردية الموجودة في المدينة أو في الحياة المتحضرة قوي إلى آخر كل هذا يعني. ما فيش شك أنهم متمسكين بالقيم الأخلاقية القديمة، حبهم لبعضهم، الجار للجار، ممكن قوي أنك أنت تستعين بجارك في أي شيء ويضحي بنفسه ويضحي بأي حاجة عشان يساعدك ولا يمكن يخذلك. طيب يا سيدي، أنت رجل بولاق وابن بولاق ومن المفروض فعلا أنه كان لازم تكون عملت حاجة، وأنت حافظ تاريخ بولاق كويس قوي، ما يعني مثلا حاجة عن الثورة الفرنسية، حاجة عن شخصية فتوة من الفتوات والفلسفة اللي وراها، وكان إيه يعني إيه الفتوانة؟ وهي أنا بتهيالي أن الفتوانة دي كانت لون من إظهار الشجاعة اللي كبتها التدخل الأجنبي والقهر الأجنبي والاحتلال، فبيظل الإنسان يريد أن يثبت لنفسه لون من الفروسية ولون من التفوق فبيتفتون، أي أنه بيلجأ إلى معارك وبيلجأ إلى إظهار أيضا نواحي الجمال في شخصيته الأخوي. يعني مجال حلو لفيلم يكتب عن فتوة والفتوات ومعاركهم وصراعاتهم. ما
مفيش شك يعني الكلام اللي قلته ده صح 100%، لكن للأسف أنا ما كانش فيه فرصة عمل الفيلم ده. أنا عملت فيلم اسمه الفتوة، لكن ما كانش بيدور حوالين الفتوة. أنت عملت الفتوة فعلا؟ آه فعلا عملت فيلم الفتوة بطولة فريد شوقي، بس كان كله بيدور حوالين سوق الخضار، حوالين السوق في اللي بيبيع الخضر والفاكهة اللي هو بجوار بولاق برضو، فروض الفرج جنب بولاق، لكن ما كانش بيدور، كان بيدور على أساليب الاحتكار وأساليب إزاي استغلال قوة الشعب للناس للإسراء منه، لكن ما درش حوالين الفتوانة اللي أنت بتقصدها. ولكن نفسي أو منى عيني أو من الأفلام اللي أنا حاططها قدامي ومخبيها هو فيلم عن نابليون فعلا، وأيام نابليون في القاهرة وإزاي كانت عيشته وإزاي حاربوه من غير أي سلاح، يعني حاجات اللي كانوا بيعملوها ازاي كانوا بيقدروا يتضامنوا مع بعضهم عشان يحاربوا. انا فاكر من التفاصيل الصغيره الجميله اللي ادتني حاجات انا استغلتها في افلامي، لكن مش عن نابليون. يعني انا فاكر مثلا من الحاجات اللي كانوا بيعملوها ان ازاي كانوا عاوزين يدوا لبعضهم موعد للمقابله للشعب ضد اللي هو واقف قدام نابليون، فكان مش قادرين يتصلوا ببعضهم وفي احكام عرفيه وفي قيود وفي حاجه كده، فكان واحد يطلع على المدنة عشان اكنه بيدن، ومع ذلك في وسط الاذان يقول مكان وموعد المقابله. فكان يقول لك مثلا حي على الفلاح مش عارف ايه الميعاد النهارده الساعه 6. طبعا الفرنساويين مش فاهمين، هو فاهم ان ده بيقدم وبتاع، والميعاد في الساعه في الحته الفلانيه. فكان ده جميل جدا، يعني ازاي يقدر واحد يستغل الفرصة المتاحة عشان يعمل تجمع من الثوريين ضد المستعمر. رائع، يعني هي لون من صور المقاومة جميل يعني فعلا. لكن أنا شايف أنت ما بتتجهش أبدا إلى الفيلم التاريخي، ليه؟ أو حتى السينما عموما، مش أنت بس، يعني السينما المصرية والسينما العربية اتجاهها إلى الأفلام التاريخية قليل. ليه؟ الحقيقة الفيلم التاريخي مكلف، بيكلف فلوس كتيرة جدا، محتاج لملابس، محتاج لحاجات، ودي الحقيقة الفيلم كسلعة بيستمد إيراداته من السوق، والسوق بتاعنا ضيق، السوق الخارجي أو السوق الداخلي ما يوازيش عمل أفلام ضخمة الإنتاج. عملنا صلاح الدين اتكلف حوالي 160 أو 170 ألف جنيه وكانت مخاطرة، عملنا فجر الإسلام اتكلف برضو حوالي 150 ألف جنيه وبرضو كانت مخاطرة. فهنا بيبقى فيه إحجام عن الفيلم التاريخي. لكن أنا أنتجت قبل كده أو أخرجت قبل كده فيلم مغامرة عنتر وعبلة في سنة 1947، عملت فيلم الصقر اللي هو كان أول إنتاج مشترك بيننا وبين إيطاليا سنة 49، عملت فجر الإسلام سنة 70، ودي كلها أفلام تاريخية يعني. لكن في قلة، ما فيش شك أنها الأفلام التاريخية قليلة. طب ليه احنا ما نقدرش نعمل فيلم اذا كانت السوق بتاعتنا ضيقه، حتى يعني السوق المحليه والسوق العربيه عموما؟ طب ما بنقدرش ليه نعمل فيلم ياخد الصفه العالميه؟ وبنشوف مثلا افلام لبلاد صغيره او حتى بدات بعدنا في السينما، احنا بدانا متقدمين جدا، بدانا من في الثلاثينات تقريبا او ما اعرفش في يعني 1927 او اخرج. يخيل الي انه ايطاليا كانت بادئه جدا، كانت لسه برضو لا زالت بتحبو في السينما في هذا الزمن يعني. لا، أو يمكن ايطاليا من البلاد المتقدمه جدا في السينما، وهي ابتدت من اوائل البلاد، ابتدت قبلنا يعني، قبلنا بكتير، ومن اوائل البلاد اللي اشتهرت بالافلام التاريخيه الكبيره. يعني انتاجها الصامت كانت في وسط العالم كله، ايطاليا متخصصه او بارعه في انتاج الافلام التاريخيه الضخمه. طيب يعني شكرا لتصحيح المعلومه، انما على اي حال انا بعتقد انه احنا بدانا في فتره مبكره، سنه 27 تعتبر فتره مبكره بالنسبه لفن السينما كله، لانه يا دوبك السينما الصامته كانت ابتدت تنتهي في الوقت ده، او على وشك ان تنتهي وتبدا السينما الناطقه يعني. وكان مفروض ان احنا نبقى في مرحلة يعني جيدة جدا. بنشوف ان في بلاد اخرى تفوقت علينا واحنا تراجعنا الى الخلف، لماذا؟ عشان نكون يعني الحقيقة صرحة قوي، هي الحقيقة ما تنساش ان صناعة السينما وصناعة البنوك وصناعة الصحافة كلها في ايدي اليهود والصهاينة. ف
فهم المسيطرين على كل فئة. من الصعب جدا ان يسمحوا لك انك تعرض فيلم عربي في دور الدرجة الاولى في العالم، لدرجة انهم حاربونا محاربة فظيعة جدا. يعني انا كان لي اسبوع في باريس سنة 73، فحرقوا السينما قبل الاسبوع بيوم. يعني كان الاسبوع هيبتدي يوم الاربع 5 يونيو، انا فاكر كويس، فاكر التاريخ كويس قوي. يوم الاربع صباحا او في الفجر بصينا لقينا السينما بتتحرق وما عرفناش السبب ايه. طبعا احنا كتمنا على الخبر وما قلناش ايه الحكاية عشان ما نخوفش الباقيين وما نخافش الجمهور ان هو يقبل، لان كان عندنا امل احنا هنعيد الاسبوع تاني، وفعلا عدناه بعديه بست اشهر. ولكن ما حبناش نكبر الحكاية ونتهم مين اللي عمل الحريقة المفتعلة دهية عشان ما نخوفش المتفرجين او ما نخافش اصحاب السينما التانيين. في الوقت نفسه قبليها بسنة برضو كان في فيلم الارض ليوسف شاهين بتاع عبد الرحمن الشرقاوي، كان بيتعرض في باريس في دار سينما كبيرة جدا، ومع ذلك وصل تهديد لصاحب السينما انه ما كانش هيشيل الفيلم هينسفوا له السينما، فاضطر انه هيشيل من الفيلم كان ناجح جدا. هنا لازم نبص لها احنا يعني ازاي بنحارب او ازاي ما عندناش الامكانية الكفاية ان احنا نعرض افلامنا بحرية. مع تقدير الكامل لكل هذه الظروف، يعني ضعف السوق المحلية، برضو السوق العربية على ساعتها ما بتستوعبش الاستيعاب الكامل انها تمول تمويل حقيقي السينما، العالمية في ظروف بتقف بيننا وبينها. لكن هل دي كل الظروف؟ وعشان نكون صرحاء جدا، ألا يوجد تقصير من جانبنا كفنيين وكفنانين في صناعة السينما وفي عمل أفلام تجتذب الرأي العام العربي في كل بلد عربي وتجتذب أيضا الرأي العام العالمي؟ هل هي مجرد عوامل خارجة عنا فقط ولا أيضا عوامل فينا؟ الحقيقة عشان نكون صراحة، ولازم الواحد يدرس المسألة دراسة علمية ودراسة مبنية على إحصائيات ومعلومات صحيحة، بتجد دايما ان الافلام اللي احنا بنقول عليها افلام تافهه وافلام يعني ضحله جدا هي الافلام الرائجه، هي الافلام اللي بتجيب فلوس وايرادات. هو حصل تقدم في السنين الاخيره، في السنتين او ثلاث سنين الاخيره، ان السوق الداخلي ابتدى يدير ايرادات كبيره. ده مشجع على ان اعتقد انه ده هيصلح، لان كان الاول السينما بتجيب ايرادات حوالي 40% من الداخل و 60% من الخارج، فكانت السينما خاضعة للذوق اللي هو بيوزع الأفلام. احنا عارفين العالم العربي كله مختلف، يعني مش الأذواق واحدة، كتير جدا من البلاد العربية ما بيهمش الأفلام اللي بتعالج مشاكل اجتماعية تهم مصر، يقولك ده مش مهم، مش مهمة ان انا اشوف افلام فقيرة وافلام فيها جلاليب وافلام. وفعلا في كتير جدا في لبنان او في افلام في بلاد تانية يرفض الفيلم اللي فيه جلابية. لما ابتدى السنين دي بتتصلح الإيرادات شوية، بقت دلوقتي 60% من الداخل و40% من الخارج. هنا هيكون للفيلم الهادف أو الفيلم اللي بيعالج مشكلة قومية أو مشكلة اجتماعية هيكون له سوق أكتر من الداخل، فما تعتمدش عليه من على الخارج كتير قوي. الواقع إن الخارج بيتطلب نوع معين من الأفلام زي الأفلام الغنائية، وده برضو لان اللغة الدارجة او اللغة المصرية مش مفهومة في كل البلاد مظبوطة، برغم من انها اللغة السائدة في وسط العالم العربي كله. يعني كتير جدا من اللهجة العراقية مثلا او اللهجة المغربية او اللهجة بتاع دي غير مفهومة بالمرة، لكن اللهجة المصرية بفضل الافلام وفضل الاغاني ابتدت تنتشر وابتدت تتفهم في العالم كله. لكن الناس دول يعني المتفرجين العرب بيفضلوا الفيلم اللي فيه أغاني لأنهم بيتمتعوا بالغنوة. طب عظيم، يعني إذا كان جزء كبير جدا من السوق الخاص بالسينما هو السوق الخارجي، فليه أيضا الموضوعات قصرة على موضوعات مصرية؟ ما هي سينما عربية بتوجه للي بيفهموا اللغة العربية، سواء لغة
سواء بلهجة مصرية أو غير مصرية. يعني إذا كانت السينما الأمريكية بتروح سيام وبتعمل فيلم في سيام وفيلم في الهند وفيلم في أمريكا الجنوبية وبتشوف قصص تاريخية في العالم كله وقصص اجتماعية وبتخرج بمناخ جديد للمتفرج. فليه مثلا السينما العربية ما بتروحش تصور حياة البادية، ما بتروحش تصور حياة البحر في الخليج، ما بتصورش الغوص، ما بتصورش فيلم عن الرعاة والراعي يعني أو عن الجبل في البلاد اللي فيها جبال زي جبال الأطلس أو غيرها. وفي حاجة كتير يعني لما الفيلم بيخرج وبيجيب مناظر من بلاد تانية بيبقى أمتع يعني. في الشكل دي نقطة سليمة جدا يعني. وأنا لما كنت مسؤول عن السينما في مؤسسة السينما كان من ضمن البرنامج اللي أنا حاطه إن إحنا لازم نعمل فيلم أو فيلمين كل سنة في بلد عربية، يعني يكون إنتاج مشترك بين مصر والمغرب، مصر وقطر، مصر والعراق. بهذا الشكل بيحسنا إحنا متقدمين في الصناعة وعندنا الفنيين وعندنا الممثلين المحبوبين وعن كل دول، فممكن نستغل لأن دي حتى بتدي دفعة جديدة للمخرج انه يبدع، بغير ان المكان اللي تعود عليه خلاص بقت القاهرة وشوارع القاهرة. ده حتى احنا ما بنخرجش من القاهرة، يعني قليل جدا الافلام تلاقيها بتدور في الصعيد او في الاسكندرية. يعني ده تقصير 100%، انا معترف بيه ان ده تقصير. واحنا لازم احنا اولا كجامعة عربية بتضم حوالي 20 دولة كتير جدا ما يعني جاهلين الحياة في البلاد دي، لازم نبتدي حتى بالافلام التسجيليه، لازم الفيلم التسجيلي يورينا العيشه فيها تقاليد كتير مثلا مشتركة. مجال جميل قوي للتصوير في السودان مثلا، في السودان ما في شك، او في الصومال او في كل البلاد دي، كل البلاد دي في مجال جديد ويدي قماشه جديده للفنان عشان يبدع والناس متفرجين عايزه تتفرج فعلا يعني. يعني سواء اهل البلد اللي هم اصحاب البلد او العرب التانيين مهمتهم او يهمهم ان هم يتفرجوا على البلاد الجميلة دي. انا شفت، انا زرت تقريبا الوطن العربي كله تقريبا، شفت جمال في اماكن لا يمكن يعادلها جمال اي بلد في اوروبا. فين يا استاذ صلاح؟ مثلا المغرب، المغرب في منتهى الجمال، بلد سياحية في منتهى الجمال، الناس في منتهى الحلاوة ومنتهى الدعة يعني، والشوم دايما مبتسم والشوم دايما، وازاي بيكرموا العادات بتاعتهم والتقاليد والرأس الشعبي بتاعهم. سوريا مثلا ممكن، أو سوريا، أنا زرت سوريا كلها فلقيت مناطق لا تقل جمالا عن سويسرا وعن تشيكوسلوفاكيا، وكل منطقة بالرغم من أنهم قريبين وقرى جنب بعضهم لكن مختلفة جدا يعني. السودان، السودان بالتقاليد الحلوة بتاعتهم، بالجنوب السودان في كل حتة الحقيقة. لو عديت لك البلاد، العراق مثلا، العراق بالبلاد الإسلامية النجف وكربلاء والحتة دي كلها، مناطق الحقيقة لو صورنا فيها فيلم ممكن أو تدينا كمان. المنطقة بتاعت كركوك في الشمال جميلة جدا مثلا، يعني الواحد لو حاول يعدد الحلاوة أو الجمال اللي موجود في المناطق دي كلها ما يعاوز ساعات وساعات يعني. لكن احنا محتاجين فعلا أولا الأفلام التسجيلية تعرفنا البلاد دي، وبعدين الأفلام روائية تحصل أحداثها في المناطق الجميلة والمناطق الوعرة والمناطق الغريبة اللي هي المتفرج العربي عاوز يتعرف. لأن الكاميرا في النهاية هي عين، والواحد بيحب يشوف أشياء جديدة يعني، هي عملية أنك ترى أشياء وبعدين عاوز تجدد كل مرة، تغير المناخ بيبقى حلو قوي. دي حاجة الحقيقة. والحاجة التانية أنه برضو في بحر واسع جدا اللي هو البحر الإسلامي، يعني بالإضافة للبلاد العربية العالم الإسلامي، الأفلام الدينية ممكن تنجح نجاح ضخم جدا 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 جدا. ومش قادر افهم لماذا لم تنجح حتى الان الافلام الدينيه، بحس يعني ممكن الفيلم اولا يعمل تاثير معنوي ضخم جدا ويدي قيم دينيه عظيمه جدا في الوقت نفسه، يربح ربح هائل جدا يدعم فن السينما. الحقيقه عاوزه نوع من الجرأه شويه في التوزيع، لان الفيلم الاسلامي يمكن ما بينجحش داخل مصر وده اللي حصل، لكن بينجح. يعني فيلم فجر الإسلام برغم من أنه نجاحه كان محدود داخل الجمهورية، لكن
اتباع في الباكستان او توزع في الباكستان ضر حوالي 40,000 دولار. مش بس كده المكسب المادي، لا، هو يوم عرض الفيلم او اسبوع عرض الفيلم الاولاني في حوالي 10 تقدموا الى الاذاعه واعلنوا اسلامهم بعد ما راوا الفيلم. دي ما فيش شك انها حاجة. انا سمعت عن طريق الشيخ الباقوري ذات نفسه كان بيحكي على ايام ما كان في سنة 56 او 55 في اسماعيل البلد اللي هم عملوا فيها او الاجتماع دول المحايدة بندونج، في بندونج والحتة دي كلها، كان بيعرضوا فيلم اسلامي اظن بلال او حاجة زي كده. فبيقول ان البلد كلها وقفت على رجل وتكتلت حوالين، كان بيتعرض في دار السفارة في جنينة، في كل البلد وقفت كلها عاوزة تتفرج على الفيلم. ده معنى مفيش شك كل البلاد الإسلامية دي خصوصا لما بتبص لمصر على انها يعني مشرق الإسلام او مبعث النور كله، فممكن قوي ان احنا لازم حتى لو ما كانش الأفلام دي بتنجح نجاح كبير في مصر، فدي لازم نعملها للتصدير فقط. هي ممكن تنجح نجاح كبير جدا في مصر. الشعب العربي في مصر شعب متدين بالطبيعة وقابل للانجذاب بتصوف شديد نحو الأفلام الدينية. يبقى فاضل انه يمكن الأفلام الدينية ما بتقدرش تخاطبه وتصل الى وجدانه تماما. هو الحقيقة بيحصل حسب التعداد رواد السينما اكترهم من الشباب، الشباب المراهق يعني من سن بتاع لغاية 25 سنة. فاللي حصل ان ما كانش فيه اقبال على الفيلم الاسلامي اللي هو منتظر، بالرغم من ان اول فيلم اسلامي حصل اللي هو ظهور الاسلام اللي هو متاخد من قصة طه حسين الوعد الحق، كان نجاح يفوق الوصف، ودخلوا ناس عمرهم ما دخلوا سينما، ناس كانوا جايين بس عشان يخشوا السينما عشان يشوفوا الفيلم الإسلامي. لدرجة ان انا سمعت يعني كان أفشة لطيفة ان الناس كانت داخلة السينما تقوم بتقلع جزمتها قبل ما تخش السينما. ده شيء ظريف. طيب أستاذ صلاح، يعني تحية لحي بولاق، الحي الشعبي الجميل الأصيل اللي أنجب صلاح أبو سيف. لما تحب نسمع أغنية دلوقتي تكون نبعة من حي شعبي يعني، أو كنت بتسمعها وانت صغير أو فيها السمات الشعبية، فتفتكر نسمع إيه؟ الحقيقة هو عشان ندي الجو الشعبي فيا إما يكون في مولد يا إما يكون في فرح، يعني المظاهر الشعبية يا إما يكون في عركة. ما العركة ما فيهاش خناق، ما فيهاش أغاني، لما يكون في بياعين. لكن هو كل فرح لازم يكون في خناقة، وكل مول لازم يكون في خناقة. أنت بتعمل كده في أفلامك؟ ضروري. طب يعني نسمعك إيه؟ واحدة منهم يعني؟ أي حاجة اللي تلاقيها موجودة، يا إما مولد، وأعتقد إن في سيد مكاوي له أغنية عن المولد، أو فرح. اعتقد شريفه فاضل ليه اغاني كتير. طيب هنسيبها بقى احنا وحظنا. ايوه استاذ صلاح ابو سيف، اكاد اتصورك وانت طفل صغير بالبنطلون القصير في احد شوارع او حواري بولاق. هو شوارع ولا حواري؟ لا، هي حواري وعواطف او عطف. عطف عطف وضروب صغيره. يا ترى وانت في هذه السن المبكرة كنت بتشوف افلام وكان بيخطر في بالك يوما ما انك انت هتكون احد اعلام هذا الفن الجميل المسمى فن السينما؟ وكيف تطور بك الامر الى ان اصبحت المخرج اللامع صلاح ابو سيف؟ الحقيقة انا ليا حكاية كبيرة قوي مع السينما تكاد تكون رواية. هو في سنة 25 كنت طفل عند 10 سنين، ابتدى كانت يغيروا نظم التعليم، وبعد ما كان الواحد بياخد الابتدائية في السنة الرابعة الابتدائية عملوها في سنة 5 ابتدائية وزودوا سنة. فأنا كنت داخل، كنت في سنة تالتة وحتنقل الرابعة عشان أخد الابتدائية، فزودوا سنة. فطبعا المدرسة ما كانتش عاوزة تزود السنة دهيت، فقالوا لنا ناخد دروس خصوصية بالليل في المساء عشان نتنقل من تلتة إلى خمسة مرة واحدة وناخد الابتدائية وما نضيعش علينا سنة. فابتدينا ناخد دروس خاصة
يعني بندرس في الصباح دروس سنة رابعة وفي المساء ندرس دروس سنة خمسة على انهم سنتين. فجاي في يوم من الايام طلع في دماغي ان انا مش عاوز اروح المدرسة المسائية، فلكن مضطر ان انا ارجع البيت في نفس الميعاد حتى لا يعني اكشف وابقى بان ان انا زوغت يعني. ففضلت ماشي في شوارع القاهرة، خرجت من حي بولاق طبعا ومشيت لغاية ما لقيت قدامي صور ودار محطوط عليها صور وحاجات كده، وعجبني الجو، استغربت ايه ده، بصيت لا ده سينما لاول مره كنت بسمع، اعرفش حاجات سينما ابدا. فسالت الدخول بكام، لقيته بقرش ساغ. بالصدفه السعيده كان معايا ساغ في جيبي. الصدفه السعيده. طبعا القرش ساغ ده كان ثروه كبيره قوي. فعلا ناخد مليم مصروف هي كده يعني، ما اعرفش انا كان في جيبي ساغ ازاي يعني. فدخلت السينما ودخلت، رحت قاعد في اول صف قدام الشاشه على طول، وكل ما الاقي الناس كلها بتخش اللي بتقطع تذاكر بعد مني بتخش وتقعد ورا، فافتكرت ان دول مش قاطعين بقرش ساغ زي يعني، دول درجه ثالثه بقى قاطعين بقى بثلاثه مليم لازم. فبصيت لقيت بعد شويه السينما اتملت، وجه واحد قال لي انت قاعد كده ليه؟ انا قاعد وطبعا رقبتي مش رقبه لفوق خالص وبش للشاشه. جه قال لي كده دماغك هتوجعك، اقعد ورا. قلت له لا ده انا قاطع بقرش ساغ. قال لي لا ما كلنا قاطعين بقرش ساغ، لكن السينما تتفرج عليها من ورا مش من قدام. فاستغربت واضطريت ارجع، لكن ما رجعتش كتير لان السينما كانت اتزحمت. وابتدت السينما فشفت عالم عجيب جدا، شفت فيلم شارلي شابلن، شفت فيلم لواحد اسمه طرزان إلى مولينكولن، حاجات عجيبة لدرجة ان انا لما روحت البيت في المعاد ما قدرتش اكتم دهشتي وحكيت على اللي انا شفته. فطبعا تبينوا ان انا زوغت من المدرسة وما روحتش، فكان نصيبي علقة شديدة جدا. لكن رجعت تاني يوم الصبح في المدرسة وحكيت للاكتشاف اللي انا شفته على الولاد اصحابي. ايه اللي انا اكتشفته؟ انا فاهم ان انا اكتشفت حاجة عجيبة جدا. وقررنا ان احنا نروح السينما تاني، كل واحد يحوش القرش ساخ عشان نروح السينما مع بعضينا. فاجتمعنا كلنا ورحنا، لدهشتي ان انا لقيت نفس الفيلم هو. انا فاهم ان كل يوم كل ما اروح الاقي فيلم جديد يعني. هو رجعت من السينما برضو وخدت علقة تاني، واستمريت حياتي على طول كل جمعة اروح السينما مرة وارجع اخد علقة. لازم انت استمرأت العلق. بقت طبيعية جدا لدرجة ان انا كنت باجي ارجع من السينما مد رجلي عشان اتضرب واخلص يعني. ما كانش فيه اي نوع من المقاومة. وبعدين انا عجبتني السينما دي، فجبت صندوق وركبت فيه شوية صور وعملت لقيت عدسة وركبتها، وبقيت ألم أولاد الحارة وأفرجهم على السينما، بدور السينما بإيدي ويتفرجوا عليها زي صندوق العجب كده وحاجات حاجة كده. بالضبط يعني. لغاية ما يعني إحنا كل فاهمين إن الممثلين على الشاشة هم اللي بيعملوا كل حاجة، فكان كل همي إن أنا امتى هبقى ممثل كبير زي اللي بيطلعوا على الشاشة دول. حتى ان يعني كان دايما الابطال ليهم اصدقاء كده صغيرين يعني كوميدي وحاجة كده، فبنفتكر ان دول حاجة قليلة ممكن الواحد الاول يطلع حاجة زي كده يعني. لغاية يوم الايام خارج من سينما اولمبيا في ميدان العتبة، فلقيت مكتبة من بتوع شارع محمد علي وحط كتاب صغير مكتوب عليه باللغة العربية كيف تكون ممثل سينما، تعريب الاديب شفيق حنين. فقلت هو ده اللي حيوصلني للسينما على طول. فلقيت سألت على ثمن الكتاب، لقيته قرشين ساغ. طبعا قرشين ساغ دي ثروة مش ممكن احصل عليها، فاضطريت ان انا اقعد اسبوع لغاية ما احوش القرشين الساغ. ورجعت بقيت خايف لحسن الكتاب يضيع، فلقيته موجود فاشتريت الكتاب وقعدت اقراه. لكن لقيته حاجة غريبة جدا، هو بيوصف زي الفيلم بتعمل ومين اللي بيشتغلوا في الفيلم. وبعدين لقيت حلقة مخصوصة أو فصل مخصوص عن حاجة اسمها المدير الفني، وفاكر كويس جدا إزاي بيبتدي الحلقة، بيقول لك إذا دخلت استوديو من استوديوهات هتلاقي واحد قاعد على كرسي مشغول شوية وبيفكر، اوعى تروح تكلمه ولا أي حاجة أو تزعجه، لأن هو ده الراجل المدير الفني، هو المخرج بتاع الفيلم، هو ده اللي بيوجه الممثلين، هو ده اللي بيدير الفيلم، هو اللي بيعمل كل حاجة.
وهو صاحب الفيلم وهو بتاع عجبتني الحكايه دي، ده هو ده اهم من الممثل يعني. فبديت من يومها اتبه ان في شخصيه تانية او حاجه مهمه اهم من الممثل هي اللي بتدفعه وهي اللي بتوريه وهي اللي بتقوده وهي اللي بتديره. فابتديت اتجه طب ازاي اتعلم الاخراج ده. ابتديت كنت انتقلت بقى المدرسه الثانويه، ابتديت كنا بناخد دروس فرنساوي ودروس انجليزي. لانه في الفتره دي يا استاذ صلاح كان الممثل هو اللي واخد كل الجلوري كل المجد بتاع السينما. ما انا بقول لك انا بس هو الكتاب ده اللي غير تفكيري يعني، كل المسائل دي كلها كانت في دماغي انه الممثل، لكن الكتاب ده اداني شخصيه تانية مهمه اهم من الممثل. فابتديت ازاي اوجه نفسي للعمل الجديد ده اللي هو المدير الفني او المخرج. المعهد الوحيد اللي كان موجود في العالم كله كان معهد موسكو، وطبعا حتى في امريكا وانجلترا وفرنسا ما كانش في معهد سينما خالص يعني. فضلت بقى ازاي عاوز اعرف معلومات عن السينما، خلاص فكره التمثيل دي راح. انت في ابتدائي يعني ما فكرتش مثلا انك تبقى مهندس ولا محامي ولا مدرس ولا زي اي تلميذ في ابتدائي بيفكر في مستقبله وفق النماذج اللي قدامه يعني؟ لا انا كنت خدت الابتدائي بقى وانتقلت للمدارس الثانويه. وعايشه بقى في ذهنك في دماغي على طول المخرج ده. كان وصلنا لسنه 27، فكانت عزاء امير عملت اول فيلم مصري وابتدى في شركة. سمعنا بقى ان في سينما مصري إيه؟ فيلم ليلى. ليلى بس؟ ليلى بس اسمها ليلى كده. اول فيلم مصري انتج في مصر واتعمل في مصر. فابتدينا يعني الواحد يجيله امل بقى ازاي. فانا ألفت رواية وبعتها لعزاء امير، فجالي جواب قال لي ان احنا تسلمنا روايتك وان شاء الله بعد ما نخلص من الانتاج اللي في ايدنا هننظر فيها. ده ظريف. فطبعا انا خدت جواب بفرحة. المدرسة بتاعت المدرسة الثانوية اللي انا كنت فيها كان فيها حوالي 1500 طالب، ال 1500 طالب قروا الجواب ده وبقيت بقى معتبر نفسي عملت يافطة مؤلف سينمائي خلاص، مدام الشركة ازيز فيلم بعتت لي والظرف عليه ازيز فيلم وحضرة الاستاذ صلاح ابو سيف، فيعني حاجه والاستاذ والتلميذ بقى حاجه يعني خلاص بقى. وابتديت ابص ان انا يعني طب اكمل دراستي ليه، انا عامل ايه، ما انا راجل مشهور دلوقتي وبيجي لي جوابات من ازيز فيلم وبتاع. فدخلت كان عندنا حصه هندسه، فدخلت فقعدت كده مستهتر بالاستاذ ومش عاوز. فطبعا الراجل اندهش المدرس فقال لي ايه مالك وبتاع، كلام فارغ اللي بتدرسوه لنا احنا، انا تنفعني ايه في الهندسه دي وبتاع. المقصود تطولت عليه وراح طردني. رجعت البيت فبصت لقيت والدتي لقيتني راجع بدري، تسائلت جاي ليه وبتاع، كلام فارغ مدرسه اعمل بيها ايه المدرسه ده، انا مش عارف كده، انا الفت روايه بكره اخد فيها الاف الجنيهات ودي مش عارف كذا وكذا. فطبعا كانت والدتي الله يرحمها الحقيقه كانت ست عاقله وكانت ست من الستات اللي اول ستات اتعلموا في مصر، كانت تقدر تقرا وتكتب، فدي كانت مديها ميزه انها ازاي تقدر تحكم. قالت لي جالك جواب بالشكل ده، خدت الجواب قريته فقالت لي عجيبه ان انت عاوز تعمل مؤلف وانت مش فاهم العربي اللي مكتوب في الجواب. قلت لها ليه؟ قالت لي قريته كويس. قلت لها ايوه قريته كويس، هياخدوا الروايه بتاعتك. قالت لا مش هياخدوا الروايه بتاعتك، بيقول لك ان احنا ان شاء الله بعد ما نخلص من اللي في ايدينا هنبقى ننظر في الروايه بتاعتك. قلت لها طب ما واحد قلت لي ارجع مدرستك احسن، احسن ما تتضرب علقه وترجع. فطبعا لا ينتهى كده، لكن يعني بصيت من الشباك لقيت ولي امري جاي وعرفت ان فيها علقه فخدتها من قصرها ورجعت المدرسه تاني. لكن كل همي في دراستي كلها ما بقاش المساله الا اني اجيد اللغه الانجليزي والفرنساوي عشان اقدر، لان ما لقيتش مصادر للدراسه الا المجلات والكتب الاجنبيه، ما فيش كتب عربي. فبقيت كل همي ان انا اتعلم انجليزي وفرنساوي على درجة كبيرة تساعدني على ان اقرأ. وفعلا ده بقيت اتبه لدروس الانجليزي والفرنساوي بشكل دقيق جدا عشان اقدر. وابتديت اقرأ المجلات، كان صعب عليا جدا طالب في سنة اولى وتانية ثانوي، صعب ان انا ازاي اقرأ مجلة انجليزي او مجلة فرنساوي يعني. وكانت مجلات غالية طبعا، فكنت اروح في المكاتب اللي هي بتستورد المجلات وبعد الرجوع بترجع
الراس بس بتاعت المجلة وتخلي المجلة هنا عشان انها ما تبعتش. فكانت تبيعها بتمن رخيص، فكنت اشتريها واقعد بقى ادقق في الالفاظ لغاية ما اعرف اللي مكتوب على السينما ايه. فضلت شوية شوية لغاية ما بقيت يعني تقدمت كتير، بقيت بعت انجلترا عشان اجيب كتب سينما، كنت بشوف الاعلان بتاعتها في المجلات الانجليزي اللي انا بقراها. طبعا المجلات دي ما كانتش مجلات سينما فنية، دي كانت مجلات برضو ممثلين والممثل فلاني، لكن ما كانش فيها مجلات فن. فالكتاب كتب دي لقيتها عنها اعلانات، فبعت انجلترا وبعتولي الكتب. ابتديت ادرس، لقيت حاجات غريبة عليا لدرجة انا فاكر مثلا اول كلمة شفتها شوتينج، افتح القاموس الاقي شوتينج يعني يصطاد. طب ايه اللي دخل الصيد في السينما؟ مفيش حاجة. لغاية ما سألت واحد قال لا شوتينج يعني تصوير، اللي هو يصطاد الصور يعني. فطبعا خدت بقى يعني مقالب كتير جدا لغاية ما بقيت يعني اتقن شوية اللغة، واستمرت في دراستي ووجهت دراستي برضو عشان اقدر ازاي تساعدني على القراية، لغاية ما خلصت الدراسة. وفي الوقت ده كان ساعدتني المجلات ان انا احد اترجم شوية حاجات واكتب شوية حاجات وانشرها في المجلات اللي كانت منتشرة اياميها، مجلة الصباح ومجلة ابو الهول والعروسة والحاجات دي كلها. فطبعا كانوا بيلاقوا مصادر لمقالات عن السينما من غير من واحد بياخدش فلوس يعني ما بيقبضش ولا حاجة. فلغاية ما اتخرجت من مدرسة التجارة فابتديت اشتغل في الصحافة، اكتب برضو عن السينما، لكن ما كانش مش ده اللي انا عاوزه يعني، كان في تنفيذ. فكان كل همي ان انا ازاي اسافر برا عشان التحق بالاستوديوهات او التحق باي حاجة تعلمني السينما، لكن ما قدرتش لغاية، وما كانش فيه سينما في مصر بالضبط لغاية ما انشئ استوديو مصر في سنة 1935. أنا التحقت به سنة آخر سنة 36، اشتغلت في قسم المونتاج، وبعدين سافرت بعثة سنة 39 لباريس، وقعدت أدرس حوالي 6 أشهر. قامت الحرب سنة 39، فاضطريت أن أقعد هناك شهر في أيام الحرب، كانت أيام عصيبة جدا طبعا، قنابل وبتاع فوق دماغي، لكن انا مش عاوز اتحرك لان مش معقول ان انا حلم بحلم بيه بقالي كذا سنه واجي باريس وبعدين ارجع من غير ما اتمم دروس يعني. لكن اضطريت ان ما فيش فايده، بعتوا مركب عشان تلم كل المصريين اللي موجودين في اوروبا. قعدنا في مارسيليا حوالي 19 يوم بالمركب، كل يوم اظلام تام وقاعدين خايفين. استغرقت الرحلة، هي كان مستغرق 4 أيام من مارسيليا لغاية الإسكندرية، استغرقت حوالي أكتر من 10 أيام. كان عليه على المركب مجموعة كبيرة من المصريين، كان في طه حسين وكان في محمد التبعي وأحمد الصاوي محمد، مجموعة كبيرة الحقيقة، كان كل المصريين الموجودين في أوروبا في كان سبتمبر أكتوبر كده سنة 39. ورجعنا وابتديت كفاحة تاني في استوديو مصر، كنت أياميها بشتغل في استوديو مصر في قسم المونتاج. ابتديت في استوديو مصر، ابتديت الرحله بقى العويصه في السينما العمليه. يعني من موظف المونتاج الى ايه؟ من موظف، انت كنت مساعد في قسم المونتاج الى رئيس قسم المونتاج. وفي الوقت نفسي كنت بخرج افلام قصيره وافلام تسجيليه لغايه سنه 45. سنه 45 ابتديت اول فيلم طويل روائي طويل بخرجه، اللي هو فيلم ايه؟ اللي هو فيلم دايما في قلبي، بطوله عائله راتب وعماد حمدي. طب كده مر لنا اذا سمحت على شويه اسماء من افلامك. هو الحقيقه انا حياتي بتتكون من مراحل. المرحله الاولى اللي هي مرحله قص النبض، او لسه ما كنتش عارف بوضع رجلي فين، ما فيش اسلوب معين يعني، لا لسه انا بدور على نفسي وبدور على اسلوبي واحاول اثبت نفسي كمخرج، اللي هي من سنه 45 لسنه 50. عملت حوالي 5 أفلام متنوعين خالص ما لهمش علاقه ببعض ابدا. دايما في قلبي كان فيلم عاطفي، المنتخب كان فيلم غنائي رمزي، مغامرات عنتر وعبله كان فيلم مغامرات وتاريخي، شارع بهلوان كان فيلم كوميدي، الصقر فيلم تاريخي. لغاية سنة 51 عملت أول فيلم في المرحلة الثانية بقى من حياتي، اللي هو لك يوم ظالم، اللي هو أول فيلم واقعي بتاع اللي هما بيعتبروه امتداد لفيلم العزيمة. 51 لغاية 56 57 عملت برضو حوالي 6 أفلام اللي هي مشهورة بالأهم أفلام واقعية أنتجت في مصر،
اللي هي لك يوم ظالم، لص حسن، رايا وسكينة، الوحش، شباب امرأة، الفتوة. وبعدين ابتدت مرحلة تانية اللي بيسموها مرحلة إحسان عبد القدوس، مرحلة أفلام عاطفية بتعالج مشاكل اجتماعية، اللي هي الوسادة الخالية ولا أنام والطريق المسدود والبنات والصيف ولا تطفئ الشمس ومش عارف لوعة الحب، مجموعة من الأفلام بتعالج مشاكل اجتماعية. وبعدين رجعت تاني للأفلام الاجتماعية اللي هي بداية ونهاية ولا وقت الحب وبين السماء والأرض، ولغاية ما جت أسسة مومية السينما في مصر أو أنشئ القطاع العام، فأسند إلي رئيس مجلس إدارة الأول شركة إنتاج من 63 لغاية 65. وبعدين رجعت للإخراج، عملت القاهرة 30، وبعدين الزوجة الثانية والقضية 68 وشيء من العذاب وفجر الإسلام واسمه ده هي وحمام ملطيلي وكذاب أخيرا. إيه أنجح أفلامك في رأيك من ناحية تجارية ومن ناحية الشباك؟ من ناحية الشباك يمكن يكون رايا وسكينة وشباب امرأة، دول أنجح أفلام تجاريا، أو كان في الأياميها إيرادات تعملوا إيرادات خيالية. الوسادة الخالية راخر من الأفلام اللي عملت إيرادات كبيرة. بعد كده بقى الأفلام الحديثة يعني. طب أنجح أفلامك فنيا في رأيك، فيلم أنت معتز به؟ يعني هو في مجموعة أفلام مش فيلم واحد، يعني اثنين ثلاثة مثلا، بداية ونهاية مثلا، القاهرة 30، الزوجة الثانية، شباب امرأة، يعني مجموعة أفلام. في أفلام بقى ليها ذكريات، ما الأفلام دي بقول لك زي الأولاد، فتلاقي مثلا عندك ابن شوية تعبان شوية صحته عليلة شوية، فدايما تلاقي في عطف خاص لك. ففي عندي مثلا فيلم بين السماء والأرض اللي هو عملته سنة 59، وبيدور أحداثه كلها في داخل مصعد في عمارة كبيرة، في 14 شخص طالعين في المصعد إلى الأدوار العليا، فبيقف بيهم الأسانسير وبيصطف الموت. أنا شفت الفيلم ده افتكرته. كل أحداث الفيلم في المصعد، في المصعد الساعتين. فكان الحقيقة أنا بعتبره كان مع عملية تحريك عضلات لمخرج عاوز يثبت نفسه إن هو بيقدر يعمل يدير 14 شخص محبوسين في مكان مترين في مترين، يعني إنه يخالف القاعدة العامة للسينما وهي الحركة بالانحصار بالضبط. والمجالات الواسعة، الناس عاوزة تتفرج، عاوزة تحس بالانطلاق وتحس بالراحة وهي بتتفرج على لاندسكيب كبير. مش عاوز تحسس الناس بالراحة. لا يعني الحقيقة عاوز أدي جو جديد. جو جديد. الحقيقة إن الفيلم لقى فشل كبير جدا في عرضه الأولاني في السينما. الناس، أنا فاكر الناس بقت خارجة من السينما تقول إيه ده، هتموتونا، هتخنق، أنا مش عارف بتاع دي الله. فأنا اندهشت الحقيقة وحاولت أدرس ليه الفيلم ده ما لقاش الإقبال اللي أنا كنت منتظره له، فما قدرتش أبدا. لكن لحسن الحظ الفيلم بعد 10 سنين عرض في التلفزيون فعمل نجاح فوق الوصف، لدرجة الناس كل يوم بتقابلني تاني يوم الله الفيلم ده احنا ما شفناش اتعمل امتى، ما شافتوش السينما قبل كده. هو بيفكرني برضو بفيلم عمله هيتشكوك بس نجح فيه قوي، اللي هو الراجل اللي فضل طول الفيلم متجبس والكاميرا عليه وعلى البيوت، المصور اللي هو أصيب في حادث، مصور أصيب في حادث، رجلين متجبسين بيتفرج على الجيران بالعدسة المكبرة بتاعته لغاية ما تكتشف جريمة. فبرضو هيتشكوك كان بيتحدى طبعا بالسينما يعني. لا، وفي هيتشكو برضو له فيلم تاني من نفس هذا النوع، فيلم برضو كم 4 أشخاص والحاجة كده في قارب للنجاة، كان اسمه قارب النجاة. خلصوا من مركب غرقت وفضلوا طول الوقت يكافحوا الموت في القارب. هو الحقيقة بس انت بقى فيلمك يعني أصعب، لأنه ناس محشورين في أسانسير. أنا فعلا كنت حاسس أن أنا يعني صدري تعبان يعني، هو ده اللي أنا كنت أقصد بالك، ونفسي تعبان يعني، وذلك أنا يعني 20 واحد محشورين مش عارفين يتحركوا وبعدين قاعدين ساعة ونص ولا ساعتين بهذا الشكل. فطبعا الواحد بينعكس عليه المنظر يعني. هو اللي أنا أقصده ده لصده، وذلك قدمت الفيلم كان في تقدمة أن الفيلم حصل في نص في عز الصيف والحر والجو الخانق، وازاي ممكن عشان ازود التوتر ازود ازاي الاحساس بالخنقه، هو عملته في الجو ده يعني.
يعني فشل فشل ذريع. لكن ما فيش حد من الجمهور كده يعني أراد أن ينتقم منك ولا حاجة يعني؟ ما تعرضش لأي إيذاء؟ لا يعني ده ما فيش، بس ولو كلاما. ما انا بقول لك وانا واقف في السينما في حفله الساعه 10 الصبح لقيت واحد خارج قال ايه القرف ده، هو ده هتموتونا وبتاع دي، فانا اندهشت قلت لازم مجنون. حاجه بصيت لقيت الجمهور كله خارج بهذا الشكل يعني. لكن انا بعتبره نقطه يعني، ما كنتش قلت انا بعمل تجربه جديده لازم استحمل نتيجتها يعني. استاذ صلاح، ذكرت لي في معرض روايتك لتاريخ حياتك انك قريت ان المخرج هو الراجل اللي بيقعد على الكرسي ومحدش يكلمه علشان بيبقى ذهنه كله مركز على الفيلم، وهو راجل يكسب في النهايه الاف الجنيهات. أيوة. فاولا هل الصوره دي لك كمخرج؟ انت من النوع العصبي اللي بيبقى هائج في الاستوديو وبيخوف ومش قادر اعصابه ولعه، ولا انت هادئ، ولا انت وسط؟ يعني طريقتك ايه النفسيه؟ لا انا يعني بمتاز اعصاب هادئ هدوء شديد جدا. يعني لا يمكن اتحرك لاي حاجه، وبعدين بعتقد ان انا بتعامل مع فنانين بيشتغلوا باعصابهم بعواطفهم، فلازم تكون عامل لدرجه ان انا اتجه قرب اي مواصل في ودنه عشان اقول له الملاحظه اللي انا عاوز اقولها، ولا يمكن اقول حاجه بالصريخ حتى لو كان بيني وبين الاف الاميال. يعني ساعات بكون في الصحراء ومواصل على اخر الدنيا، فاروح له لغايه عنده اقول له لا. وبعدين حتى في التسجيل تلاقي ان دايما بقول كويس جدا نعيد مره ثانيه. هو كويس جدا لازم عشان اشجعه على انه عمل حاجه، لكن عاوز اعيد مره ثانيه. حسنا ايها المخرج الهادي الاعصاب، يا ترى في حياتك في الإخراج، حياة طويلة عريضة ومليئة وحافلة، ما حصلش في لحظة إنه هذه الأعصاب الهادئة فلتت منك، أو كان مفروض إنها تشتعل، أو على الأقل يعني أنت عملت مجهود عشان تسيطر عليها؟ لا، هو يعني دايما بحاول إن أنا أسيطر عليها، خصوصا لما تبص اللي أنت بتتعامل مع مين يعني. يعني لكن انا بخصوص الهدوء ده، وان المخرج اللي قاعد على الكرسي تتعامل مع مين؟ مع فنانين يعني. وتتعامل مع مين برضو من الناس؟ لما انا عملت رأي وسكينة كان في وسط المذبح وفي وسط الجزارين، فكان يعني كله اي حاجه تبص لها ايده على السكينة على طول يعني. مش حاجه لكن يحضرني بقى بمناسبه المخرج الهادي اللي قاعد على الكرسي ده. في سنه 55 كانت اولادي يعني سن صغير، او 5 سنين حاجة كده، ابني الكبير كان عنده 5 سنين، فكانوا دايما ولادي يسالوني انت بتشتغل ايه يا بابا؟ فاقول لهم مخرج، فمش فاهمين مخرج يعني. هم في المدرسه معاهم اولاد ابوهم دكاتره مهندسين محامين، لكن مخرج مش عارفين المخرج ده بيشتغل ايه. فبقى يسالون كل ما يسالون واحنا فايتين في الشارع على السينما، يقولوا السينما دي بتاعتك يا بابا؟ اقول لهم لا مش بتاعتي. فبقوا مش فاهمين ابدا، لدرجه يعني لا ملك سينما ولا ممثل في فيلم بيطلع ولا حاجه، مش فاهمين الحكايه. لغايه انا من الحقيقه وانا بشتغل، اما ارجع البيت برجع مجهد جدا وتعبان قوي وخالص دماغي، فبقى اترمي على كرسي اقعد شويه اهدى وافكر في اللي انا عملته ايه. ايه اللي انا عملته؟ هل في حاجه غلط في اللي اتعملت؟ ايه اللي بتاع اعيد حساباتي شويه. فكل ما الولاد طبعا يلاقوني جيت، طبعا ما بيصدقوني جيت، يتنططوا وعاوزين يتكلموا وعاوزين يلعبوا، فمامتهم تقول لهم ابعدوا عن بابا سيبوه شويه دلوقتي جاي من الشغل تعبان وسيبوه شويه. لغايه ما جه في يوم من الايام ابني قال لي اجي معاك للاستوديو، ف مامته قالت لي خده شويه يتفرج على شغلك ايه وبتاع دي، فخدته. كنا بنشغل شباب امراه تحيه كاريوكا، تحيه كاريوكا الحقيقه جوها في الشغل جو لذيذ جدا يعني، يعني تسير في الاستوديو دايما جو ضاحك وجاي جو عائلي، معانا الحاج وحيد فريد المصور وانا وتحيه كاريوكا ومجموعه كبيره كلنا كان بنشتغل في جو عائلي جميل، تحس انك انت مش في فيلم، تحس ان الناس عاملين رحله عاملين حاجه يعني، بنلعب مش بنشتغل يعني، لكن كل واحد بيأدي شغله مظبوط. فجه ابني طبعا بعد تلقي شيء من التحذيرات والنصايح وما تعملش وما تتشقاش، ولو عزموا عليك بحاجه ما تقبلهاش قول ميرسي وحاجات كده، طبعا الحاجات المصطنعه اللي ملهاش لازمه كلها. فطبعا جه اول حاجه صدم بيها الولد
تحية كالوك دايما او كنا متبعين اسلوب ان كل واحد مننا يجيب اكل كل يوم أكل. فبص لقى في خطف وفي بتاع اكل بالايد وحاجات عجيبه. الولد قال لك الله هم دول اللي بيحذروني يقولوا لي مش عارف ايه وكل بيشكوا بالسكينة واحده في وسط همك مش فطبعا خاب امله. لكن قضى اليوم لطيف جدا بيلعب وبيركب فوق الكاميرا وفي الونش بتاع الكاميرا بيطلع عليه يعني جو جميل قوي لغايه ما ايه رجعنا البيت. وانا طبعا خدت الموقف بتاعي برضو اترميت على الكرسي وبس ريح وبس يعني بهدى شويه. فجم اخواته هيتنططوا على عليا ومش عارف ايه بتاع دي. فمامتي قالت له ابعدوا بابا جاي من الشغل شويه يعني خلوه يستريح شويه. فهو لقيت ابني وقف وقال لها والله العظيم والله العظيم والله العظيم يا ماما كلهم في الاستوديو بيشتغلوا الا بابا قاعد على الكرسي ما بيعملش حاجه. فده يدل على ان يعني دايما المخرج مضطر فاهمين ان هو ما دام قاعد على الكرسي ما بيعملش حاجه يعني يعني يمكن الولد ادى صوره باحساسه ظريفه ها. وده فكر الجمهور انه فعلا ان الاخراج ده حاجه بسيطه ان واحد بيقول لك بيحرك الشغل بتاع لك ومش فاهمين ايه اللي في دماغ المخرج وايه المسؤوليه اللي على عاتقه يعني. طب يعني قولها لنا دي يعني بشيء من الإيجاز يعني إيه ما فيش شك المخرج بيختار الموضوع بيحاول أو هو بيواكب الموضوع لغاية ما يتحول من رواية أو من قصة إلى سيناريو. كل دي إزاي تترجم الأفكار الكلمات المكتوبة اللغة عربية أو لغة أدبية إلى صور معبرة وبعدين إزاي بتختار الممثلين اللازمين وبعدين ازاي تختار الفنيين اللي ساعدوك ويكونوا عون لك في اعمالك. لانك انت ما فيش شك انت كمخرج انت صاحب الرؤية بتاع الفيلم انت اللي بتحكي الفيلم لكن محتاج لناس يقفوا جنبك المصور وبتاع المونتاج وبتاع المزيكا وبتاع الديكور وبتاع المكياج والممثلين كل دول مساعدين لك او ادوات لك بتشتغل بيهم عشان تعمل بيهم الفيلم. فما كنتش تقدر تحطهم في المود بتاعتك او في الحاله بتاعتك وتشربهم الفيلم مش هيطلع فيلم سليم. وبعدين لازم يكون المخرج على درايه بجميع انواع الاعمال اللي هو بيزاولها الاخرين. يعني بالتصوير لازم يكون عنده درايه، بالمونتاج لازم يكون عنده درايه، بالديكور، بالمزيكا، والا ما يعرفش يناقش من هو القائد بتاعهم. ما كانش القائد يعرف اعمال دول لدرجه ان هو اما واحد يقول له لا دي مثلا ما تتعملش او ده ما اقدرش اعملها او كده لازم يكون عنده الجاهز يقول له لا دي تتعمل بالشكل الفلاني. مش ضروري يكون اخصائي يعني مش ضروري هو بيصور مش ضروري يكون بيمثل لكن لازم يفهم في التمثيل ازاي يقدر يقود ممثل وازاي اذا ادى ممثل الدور بشيء مبالغه او بشيء من الخفيه او بشيء من الخطا لازم يعرف ازاي يقوده. وبعدين ازاي يعمل بينه وبين الممثلين التانيين انسجام لان لازم يكونوا زي الاوركسترا اما واحد ينشز يبوظ التانيين فازاي المخرج يقودهم كلهم. هو مش ضروري يكون ممثل وذلك في مدرستين من المخرجين. المخرج اللي هو اصله ممثل او غاوي تمثيل وما جاتلوش الفرصه فتلاقيه بينفس عن الكابت بتاعه ان هو يعلم الممثلين التمثيل وده وحش جدا لان كلهم بيطلعوا صوره طبق الاصل منه. لكن المخرج الثاني اللي هو مش لكن بيشحن الممثل بالدور بالخلفيه بتاعه الدور بالعوامل النفسيه بتاعه الدور ويسيبه يمثل على هو لان الممثل المفروض دارس الروايه وحصل فيها بروفات وحصل فيها مناقشات لغايه ما استوعب الدور بتاعه وبعدين بيجي يمثل. على المخرج ان هو ازاي يعمل الربط بينهم والتانيين بحيث ان واحد ما يبقاش عالي والتاني واطي وده بيمثل بطريقه وده بيمثل بطريقه تانيه وازاي يخش مع بعضهم وبعدين الحركه وازاي يقدر يربط الحركه دي بالكاميرا. الكاميرا ما هي زي القلم اللي بيكتب بيه باسلوبه كل مخرج له اسلوب بيعبر بيه. فكل ده وبعدين العملية النفسية اختيار موسيقى معينة وربط حاجات هنا يحصل موسيقى هنا ما يحصلش موسيقى وبعدين مسائل المونتاج بقى والمكساج عملية كبيرة الحقيقة أوي. طب لكن انت ما عندكش هذا اللون من الكبت التمثيلي اللي انت بتتكلم عنه؟ لا ما حصليش الشرف ما فكرتش انك تشتغل ممثل ابدا في أبداً. مع ان ملامحك
يعني تدي كاركتر يعني انت كان ممكن تكون كاركتر في السينما يعني. ممكن، لكن الحمد لله اني ما نفسي ما لعبتنيش على الحكايه دي يعني. طيب احنا وقفنا من فتره تحيه للحي اللي انت جيت منه، وعاوزين نقف فتره تانية تحيه للمخرج. يعني حتى مش ضروري، مش ممكن انت هتحيي نفسك يعني، لكن اي واحد مخرج بيعمل عمل ناجح او اي فنان بيقدم عمل ناجح، فنختار له اغنيه كده تيجي يعني زي نسمه منعشه وهو يعاني المعاناه الفنيه. هو في الحقيقه اغنيه لعبد الحليم حافظ اللي هي كانت في فيلم الأستاذ الخالية في يوم من الأيام، أنا بعتقد إن الغنوة دي وأنا بسمعها في التسجيل أطربتني بشكل وأسعدتني، بحيث إن أنا حسيت لحنها إيه يا أستاذ؟ لا ما ألحنها دي بتوقعني ما أقدرش أقول لحنها، لكن الموسيقى خصوصا الافتتاحية بتاعتها كان فيها نوع من الغناء الأوركسترالي بشكل غني سري جدا يعني، لدرجة إن عبد الحليم ساعتها بيسألني بيقول لي يعني ايه بتاع، قلت له الغنوه دي انا حاسس ان انا كسبت مليون جنيه في جيبي، مليون جنيه دلوقتي. فكان مقدمتها وانا قدرت العب بالمقدمه عشان اصورها، لانها كانت بتدي حاله نفسيه معينه لعاشق يعني بعد عن دي. عبد الحليم قدمها في سهره الربيع يعني بتوزيع موسيقي جديد بلحن جديد يعني اتلحنت من جديد. فانا قدرت اصور اللازمه الموسيقيه الاولى دي على السحاب، ازاي ادخل السحاب في بعض والسحاب بيجري والسحاب ماشي ببطء وكتل من السحاب، بحيث انها تعبر عن الحاله القتمه النفسيه اللي كان عايش فيها البطل. طب نسمعها كده يعني سواء باللحن القديم او اللحن الجديد، وإذا ما أسعفتناش الظروف هنسمعك أي حاجة تانية لعبد الحليم وأمرنا لله. لا كويس عبد الحليم كويس في أي حاجة. أستاذ صلاح أبو سيف، إذا كنت أنت مخرج الواقعية في السينما العربية، فعاوزك تديني سمات المخرجين الآتية أسمائهم. كمال الشيخ في كلمة. هو الحقيقة كمال الشيخ بيحب التوتر أو السسبنس زي ما بنسميه. حسن الإمام. حسن إمام يعني ملك الميلو دراما الشعبية. حسين كمال. حسين كمال يعني عمل ألوان كتيرة، لكن هو مخرج حساس وعاطفي. طب مين كمان من المخرجين؟ يعني في بركات مثلا. بركات. مخرج عاطفي لا شك. مخرج الرومانسية. الرومانسية بالضبط. النعمة قوي. في عاطف سالم. عاطف سالم. عاطف سالم الحقيقة عنده نوع من السخرية. يعني بيحب المواقف اللي فيها سخرية شوية. مخرج ساخر يعني. أي. حسام الدين. طب مين من المخرجين الراحلين أثر في تفكيرك وفي مسار فنك؟ الحقيقة المرحوم كمال سليم. بعتبر الأستاذ يعني. العزيمة يعني. العزيمة. أنا اشتغلت معه في العزيمة واشتغلت معه في إلى الأبد، وعملت مونتاج لأكثر من فيلم من أفلامه، قضية اليوم. لكن هو كشخصية أثر فيا كمان. يعني هو كشخصية كان شخصية عجيبة، مثقف مليان من نفسه قوي، صلت وقوي الإرادة وقوي الشخصية، فتأثرت بيه كتير الحقيقة. طب إيه الفيلم اللي أنت بتحلم أنك تطلعه للسوق؟ الحقيقة في أحلام كتيرة قوي يعني أرجو أن أقدر أحققها يعني، لكن بتراودني دلوقتي فكرة فيلم غنائي من نوع الأوبريت ما حصلش في السينما. أنت ما أنتش من المخرجين اللي عايشوا الأغنية السينمية طويلا يعني ما لكش أفلام غنائية كتير. مش كتير بالرغم من أن أنا أحب الموسيقى جدا. يعني كان أملي في الأول أن أنا أكون موسيقي، لكن ما قدرتش. فعاوز تعمل الفيلم موسيقي كله استعراضي. استعراضي، حتى الكلام بتاعه منغم. حتى الحوار بتاعه منغم. على نوع من التنغيم. يعني ايقاع على ايقاعات. والحقيقه القصه انا كتبتها، اول قصه كتبتها في حياتي، اول سيناريو كتبته في حياتي لغايه دلوقتي ما اتحققش. اول سيناريو كتبته في حياتك. اول سيناريو كتبته في حياتي محتفظ بيه علشان لسه ما تطلعه بعد ما نضجت بقى. الحقيقه يعني انتاجه صعب
وعاوز شيء من الدراية الجامدة قوي، فأعتقد يمكن دلوقتي نقدر نعمله. مين ممثلتك المفضلة؟ سؤال صعب طبعا، ومش علمي ومش سليم، لكن قل لي انت يعني، او على الاقل خصائص كل ممثلة من اللي اشتغلت معهم. الحقيقة انا ما اشتغلتش مع ممثلين كتير قوي، لكن عملت مثلا افلام كتير لفاتن حمامة، بتمتاز بالتفهم ودقة المواعيد ورغبتها في الانجاح العمل كله، مش دورها بس، يعني تهتم بالعمل كعمل فني. اشتغلت مع سعد حسني برضو كذا فيلم، القاهرة 30 والزوجة الثانية وشيء من العذاب، حساسة جدا، برغم ان القاهرة 30 كان اول افلامها الجادة، هي دايما كانت تطلع افلام شوية خفيفة وحاجة كده، لكن اول مرة بتطلع ممثلة وقبل ما تشتغل معاها الحقيقة خوفوني منها جدا، وقالوا انها ما بتحافظش على المواعيد وانها كذا وكذا، لدرجة ان انا ترددت اكتر من مرة قبل ما اسند لها الدور، لكن قيست في الاخر وقلت لو، لان الدور كان مكتوب لها يعني مرسوم لها، قصة نجيب محفوظ القاهرة الجديدة، لكن يعني غمرت وقلت لو حصل منها اي شيء هضطر ان انا اغيرها، لكن طلع ان الاشاعات اللي المنتشرة عنها مش صحيحة، وكانت في منتهى دقة في المواعيد ومنتهى حب للشغل وبذل لكل شيء في سبيل مصلحة الفيلم. يعني في بقى من الممثلين انا بحبهم برغم ان يمكن اسمهم التجاري مش كبير، زي سناء جميل وسميحة ايوب، دول كلهم الحقيقة ممثلات في منتهى الروعة، لكن يعني ليهم ادوار خاصة، مثلا من رجالة في صلاح منصور، في احمد مظهر، في عمر الشريف. عمر الشريف انا بعتبره ان المركز اللي حصله العالمي ده مش صدفة او نتيجة مغامرة او حاجة، لا نتيجة عمل دؤوب، فعلا كان بيحب شغله وكان يهمه جدا، يعني بيبذل كل ما عنده عشان ينجح العمل. كنا بنشتغل في بداية ونهاية، وكان مواعيده مثلا يجي هو الساعة 2، لكن كان من الساعة 10 الصبح تلاقيه في الاستوديو معايا، بيقعد معانا في كل شيء، يتفرج على العمل، يحاول يعمل اي حاجة، يترددش على انه يطيع اوامر المخرج حتى ولو كان فيها تعب او هلاك له. انا فاكر ان هو كان اصيب بالهرسية من جراء عمه في النيل في فيلم قبل لوعة الحب، فما جه لوعة الحب انا اعتقدت على طول انه لا يمكن هنزل النيل تاني عشان اخد بالهرسي واخد الحقن اياها، ففكرت في حيلة للاخراج عشان اجنبه ان هو ما ينزلش النيل. وبعدين واحنا بنشتغل ولسه بوصف له بقول له كذا وكذا وكذا وهتقع في النيل، بس راح واقع في النيل ولا اي حاجة، ما فكرش ابدا، والله جد كان يعني انسان مطيع باي شكل، وبعدين بيدي كل اللي عنده. برضه انا فاكر حلق شعر راسه النمرة زيرو في فيلم كان بيعمله في تونس، جحا، عمل جحا وحلق شعر راسه كله، بينما اي ممثل يقول لك لا ازاي امشي، طبعا بتاع دي يقول لك اعمل باروك اعمل حاجه، لكن ما امشيش اقرع لمده عشان يطلع شعره تاني، عاوز له 6 اشهر على الاقل. ومحمود ياسين ايه رايك فيه؟ محمود ياسين برضو الممثلين اللي محافظين على مواعيدهم جدا، قوة كبيرة جدا، عنده مقدرة على تفهم الدور وعلى يدي للمخرج اللي هو عاوزه، لكن كل ما كان الدور مخالف للأدوار اللي هو بيعملها كل ما يقدر يدي عطاء أكتر. يعني أستاذ صلاح، الحقيقة أنت بتتكلم وأنا أتابع بقلق شديد كلماتك، لأن الشريط خلاص وصل إلى النهاية، وزي الفيلم بتاعك بداية ونهاية، بدأنا ثم أتت النهاية، كان في كلام كتير جدا كنا عاوزين نطرحه معاك للمناقشة في السينما وفي الإخراج وفي حياة الفنانين عموما، لكن ما باليد حيلة، ولعله يكون هناك لقاء جديد إن شاء الله. إن شاء الله. ألف شكر وأحييك وأتمنى لك كل توفيق. يا حسن. We'll be right back.
سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد.